قراءة بقى في المشهد الإسرائيلي في الانقسامات اللي حصلت داخل إسرائيل مع الدكتور أحمد فؤاد أنور الخبير في الشأن الإسرائيلي. دكتور أحمد أهلا وسهلا بحضرتك في 90 دقيقة. أهلا وسهلا بحضرتك. أولا كيف تقرأ المشهد اليوم داخل تل أبيب على المستوى السياسي طبعا؟ يعني في البداية حي حضرتك والمشاهدين، وأتفق مع حضرتك الرؤية بتاعت أن الدخول البري سواء إذا كان جزئي أو شامل لن يكون نزل، بمعنى أن إسرائيل تراهن على أنها حشدت 300 ألف مقاتل، وفي مواجهتها حوالي من 50 إلى 60 ألف مقاتل من فصائل المقاومة. الفكرة أن 60 ألف دول مش متشافين، يعني ليس لهم قواعد معينة يمكن استهدافها، كما تم استهداف فرقة غزة اللي هي في غلاف غزة وتم اقتحامها من قبل المقاومة. فبالتالي هناك محاولات لفتح طرق على جثث الفلسطينيين على أشلائهم في طرق جديدة داخل غزة لكي يمر منها الرتل الدبابات بعيد عن الكمائن التي تم نصبها على الطرق الرئيسية. هذا المخطط لن يمر، لن تكون نزهة في جميع الأحوال، ولذلك هم في حالة ارتباك. وزي ما حضرتك أشرتي برضو إلى أن العلاقة باتت سيئة بين رئيس الوزراء وبين وزير دفاعه جالان، سبق أن أزاحوا من المنصب نتنياهو، تم إزاحته على خلفية أنه اعترض على سياسات نتنياهو وقال أنها تهدد الأمن الإسرائيلي، لذلك يدعو إلى التراجع عن تلك السياسات، سياسات متعلقة بتكبيل القضاء. فهو اعتبر أن من الناحية الأمنية هذه السياسات، فنتنياهو أقاله تدخل في الموضوع يائير ابن نتنياهو وسب وزير الدفاع المقال. فاضطر نتنياهو بعد فترة 3 أيام أنه يعيد هذا الوزير، وحاليا هم مضطرين ان هم يتعاملوا مع بعض. يائير لبيد يائير ابن نتنياهو من الاسئله المسكوت عنها في اسرائيل، الجميع يسال اين هو بصفته جندي احتياط عنده 32 سنه، هو يقضي الاجازه في الولايات المتحده. الناس بتقول النهارده انت يعني الحكومه الاسرائيليه او الجيش الاسرائيلي طلب تعبئه جنود الاحتياط واستدعائهم. اولا طبعا ده بيكلف يعني بيكلف اسرائيل الاقتصاد الاسرائيلي ميزانيه كبيره، ثانيا بيعرض كل هؤلاء للقتل، فيما انه ابن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بيقضي اجازته في فلوريدا اظن. بالظبط، الولايات المتحده منتجع فارغ، واليوم الواحد بآلاف الدولارات، والأجازة ممتدة من شهرين، يعني هو يعني مش في عمل، ناس ثابت عملها ومعرضة حياتها للقتل، في حين أن ابنه بعيد في قارة أخرى خلف المحيط. طب دكتور أحمد تفسيرك إيه برضو للتصريحات اللي بتخرج ثم من نتنياهو طبعا وبعدين يعود لينفيها، حالة من حالات التخبط أو اليأس، يعني خلينا أقول فيما يتعلق بمصير نتنياهو؟ امبارح كان بيقول أنه في أعقاب هذه العملية هيكون في تساؤلات وهيكون في استجواب وهيكون في يعني عقاب بصورة أو بأخرى، وده بيشملني أنا، بيتكلم عن نفسه أيضا. هل بنيامين نتنياهو اقترب من نهاية وهو طبعا أطول المسؤولين الإسرائيليين توليا للحكم، هل اقتربت مسيرته من الانتهاء كمان بفصل صعب وأسود في تاريخ إسرائيل بالشكل ده؟ هو طبعا مستقبله خلفه، بمعنى انه هو بيتحدث عن نوعية وصلاحيات اللجنة اللي هتحقق معاه. يعني يقال مؤكد، يحاكم مؤكد، حديث فقط عن التفاصيل. فهو بالتالي يستعد من الآن لهذه اللجنة، ويحاول التملص من المسؤولية القانونية بإلقاء المسؤولية على مدير الاستخبارات الداخلية ورئيس المخابرات العسكرية. ده زي اللجنة كده اللي حققت مع جولدا مائير في أعقاب حرب 73، مش كده؟ بالضبط، أجرنات، اللجنة اللي كانت برئاسة شمعون أجرنات، الآن أجرنات 2. بمعنى أجرنات 2 من المفروغ منه أن يكون في لجنة، التفاصيل هي اللي على المحك دلوقتي. هل مين اللي هيعينها؟ يعني هل كل صلاحياتها واسعة ملزمة؟ فهو يتأهب
لهذه اللجنة ويعد الردود ويهيئ الرأي العام، لعله يعني يتم تخفيف عقوبته أو يتم تملص ولو مؤقتا. طيب. من العقوبة المنطلقة. عندي بقى سؤال دكتور أحمد، وأنا معرفش هل السؤال ده له أسس علمية ولا هو من باب التمني أو هو من باب فكرة كده يعني ممكن تبقى في أذهاننا كلنا كشعوب عربية أو كعرب بيشوفوا كل يوم المآسي والمجازر اللي بتحصل في فلسطين. إمتى تنهار إسرائيل؟ يعني النهاردة بنتكلم على مجتمع منقسم سياسيا بشكل كبير، مجتمع متشظي أمنيا بشكل كبير، بنتكلم عن خلاف مستمر، ودي صورة نتنياهو بالمناسبة، ابن نتنياهو، وإحنا بنتكلم وهو بيقضي الأجازة بتاعته على شواطئ نتنياهو يعني بالمرة كده وإحنا بنكلم حضرتك. لكن مجتمع بهذه الصفات أو بهذه الشروخ الأمنية والسياسية وحتى على مستوى الثقة بين الشعب والقيادة السياسية والمظاهرات إحنا شايفينها يعني مستمرة من أشهر ودلوقتي وصلت لذروتها، السيناريو اللي بيتكلم عن هجرة الإسرائيليين لأمريكا وخروجهم من الأراضي الفلسطينية المحتلة بالظروف الصعبة دي، هل ده سيناريو يعني واقعي أو موجود، وهل ممكن يؤدي إلى انهيار دولة إسرائيل ولو حتى من باب التمني؟ لا هو مش تمني، هي سياساتهم اللي هتاخدهم من ذات، بمعنى إن إسرائيل قامت بشكل غير طبيعي، يعني بيتم استيراد شعب للدولة المزمع قيام بيها، بيتم إصدار قرار من الأمم المتحدة بقيام هذه الدولة، هم أول من يتركوه ويخترقوه، كان أمامهم رابين و22% من أرض فلسطين الشرقية مقابل الاندماج في المنطقة، قتلوا رابين وقتلوا عرفات، فمصير الممالك الصليبية التي امتدت لبضعة قرون ثم انهارت، مصير جنوب أفريقيا العنصرية ينتظرهم إذا ما استمروا على التشبث بتلك السياسات، خاصة وأن من الداخل هناك تشظم بالأمور الأساسية، من هو اليهودي؟ ليس هناك اتفاق، أين الدستور؟ لا يوجد اتفاق، أين حدود الدولة؟ لا يوجد اتفاق، هل يمكن أن نقضي يوم السبت مع بعض؟ لا يوجد اتفاق. يعني إسرائيل دولة خلقت كي لا تبقى، تفنى، خلقت كي تفنى أو خلقت، يعني لو هنتكلم لغويا بشكل سليم، الأساس الذي تقوم عليه هو الخطر الخارجي. دعونا ننبذ الخلافات الداخلية بيننا لأن هناك خطر خارجي، إنما حاليا أنت بتعتدي على الجزء المتبقي من فلسطين لواحد في المية، تحاول تهجيره، تحاول قتل المدنيين والأطفال، فهذا ليس محل إجماع، خاصة أنه في أعداد كبيرة منهم أتوا لأسباب تتعلق بتحسين مستوى من الاقتصاد وليس الموت في إسرائيل. بشكرك شكرا جزيلا دكتور أحمد فؤاد أنور الخبير في الشأن الإسرائيلي.